نيلي كريم تستعد للوقوف أمام كاميرات السينما لتصوير دورها في فيلم يوم للستات مع إلهام شاهين بمجرد انتهائها من تصوير مسلسل ذات، وذلك في ثالث تعاون لها مع المخرجة كاملة أبو ذكري بعد فيلم 1-0 ومسلسل ذات. نيلي أكدت أنها قطعت شوطاً كبيراً في تصوير المسلسل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التصوير قبل رمضان. يشارك في المسلسل باسم سمرة وانتصار وهاني عادل وناصر سيف. أنا حصل لي تحرش. لا ما حصل ليش. يا سيف! مصر كلها دلوقتي بقى فيها تحرش. يا مدام! طيب وإيه؟ هي النهاردة ملف خطير جداً. الناس مش عايزانا نعمل زي ما هي عملت. ما فيش قدامنا حل غير إن احنا نعمل زي. كنت في المستشفى عملت سم. انت كنت طالع الاوتوبيس تتزنق. كتر القلق يعلم العفه. زامبيا زامبيا. توصف الناس.